بسم الله الرحمن الرحيم، محدثكم طه علي الصباغ، قسم الإلكتروني، كلية هندسة الإلكترونيات، جامعة نينوى. محاضرتنا اليوم راح تكون حول تجربة في مختبر السيطرة للصف الرابع. التجربة هي عبارة عن استخدام برنامج لادر بروغرامينج ل PLC معين، وهو مصنع من قبل شركة دلتا. هذه هي الأيقونة الخاصة بالبرنامج، راح نفتح البرنامج، وهذه هي الواجهة الخاصة بالبرنامج. راح نكبس على نيو، تظهر لنا هذه اللوحة، راح نكتب بها اسم البرنامج ونختار نوع PLC اللي موجود عندنا في المختبر هو ES2، فراح نختار النوعية. هذه السيتنج اللي هي طريقة التواصل ما بين PLC والكمبيوتر. إذا تلاحظون الباريتي بت اللي درسناه بصف الأول، هناك الأود والإيفن، وعندنا الباود ريت وإلى آخره. هاي البيانات اللي تستخدم ما بين الحاسبة والPLC، وراح نكبس على أوكي. راح تنفتح لنا الصفحة الخاصة باللادر بروجرام. هذا التول بار الخاص بالPLC هو اللي راح نستخدمه في التصميم. راح أعمل تجربة بسيطة جدا اللي هي ألف باء اللادر بروجرامينج، فقط حتى نتعلم كيف نستخدم هذا البرنامج. راح أخلي سويتش من نوع examine if close اللي هو هنا يرمز له ب F1، راح اكبس عليه. الاكس هي عبارة عن الانبوت، ويمثل البنز اللي موجودة بالPLC اللي هي تمثل الانبوت، فاكس، وراح اختار اكس 0 واكبس على اوكي. الان ظهر عندي المفتاح اكزامن اف كلوز، والتسمية له هي X0. الان راح اضيف مفتاح اخر، فراح احول موقع الكيرسر الى هذا المكان، واختار مفتاح اكزامن اف اوبن، واختار اكس جديدة، X1، اي انبوت جديد على الPLC، يعني مسمار اخر من مسامير الPLC. وفي النهاية، في نهاية الرنج، راح أخلي الأوتبوت اللي هو يمثل بالآيكون F7، راح يكون Y0. الآن في هذا السوفتوير راح أستخدم أسلوب اللاتش ليس بالاسلوب السابق اللي درسناه في الصف الثالث، وانما راح اضع سويتش من نوع examine if close اسميه Y، واللي هي هل Y هاي، اذا Y 0، واكبس عليه واصعد الى هالمكان واضع سلك الى الاسفل حتى يوصل. الان إذا أكبس على الإكس 0، راح هذا الرنج يصير شورت، والأوتبوت واي يصير أون. إذا صار أون، اللي هي معناتها لوجيك 1 في داخل الحاسبة، لوجيك 1 هي اللي راح تتسلط على هذا المفتاح وتجعله شورت، فإذا راح هذا الخط يصير شورت باتجاهين، بطريقين متوازيين، إكس 0 وواي 0، اثنين هم يؤدون الغرض من التوصيل الكهربائي الى الاوتبوت واي. بهذه الحاله فتحنا السويتش X0، وهذا الخط صار اوبن، راح يبقى هذا السويتش هذا الاوتبوت في حاله اون، وراح نجرب هاي العمليه. الان راح نعمل السيميوليشن. كيف اعمل سيميوليشن دون الربط مع الPLC؟ راح اكبس على هذا المفتاح اللي هو او هذه الايقونه سيميليتر، و
أذهب إلى المينيو بار أكبس على كومبايلر لادر إنستركشن حتى يعمل كومبايليشن ويحول هذه الرسوم إلى بيانات يفهمها الكمبيوتر. الآن هذا البرنامج تم إجراء عملية الكومبايليشن. أكبس على هذه الأيقونة اللي هي أونلاين مود. طلعت لي ديالوج the program is not consistent with PLC. Do you want to download the current open program to PLC? راح أكبس على yes. تلاحظون إنه هذا المفتاح أصبح لونه أخضر دلالة على إنه في حالة غلق أي close يعني short. وعندي السيميوليتر حاليا stop اللي هو الستيتس مال ال PLC لأنه هذا البرنامج ده يقوم مقام ال PLC وينفذ نفس عمليات ال PLC فهو الآن في حالة stop. كيف أحوله إلى حالة run mode؟ راح أكبس على هذا المفتاح وأكبس على yes. تحولت هاي العلامة إلى اللون الأخضر وأصبح البرنامج في حالة on يعني كأنه ال PLC ده يعمل في حالة on. لو نحن ده نعمل بشكل هاردوير كان المسمار اللي مرقم ب X صفر لو أعطيه شورت أو أعطيه فولتية راح يصير شورت ويكمل هاي الدائرة. لكن نحن في حالة السيميليشن راح أجي أكبس على هذا المفتاح الكيرسر ثم رايت كليك وأختار سيت أون حتى أجعله شورت وإذا أريد أطفيه راح أكبس على سيت أوف راح أكبس على سيت أون. لاحظون أنه اللون تحول إلى اللون الأخضر دلالة على أنه الآن في حالة غلق أي شورت وهذا الرنج أصبح كله شورت والأوتبوت واي صفر أصبح شورت. عندما هذا الأوتبوت أصبح شورت يعني بشكل ديجيتالي هذا الأوتبوت أصبحت قيمته لوجيك 1 لما أصبح لوجيك 1 وهو مسلط على مفتاح اللي اسمه واي صفر الآن راح هذا المفتاح أجعله في حالة أوف. كيف؟ راح أكبس رايت كليك ثم سيت أوف. إذا تلاحظون الأوتبوت بقى في حالة أون والرنج لازال في حالة شورت دلالة على أنه لما الرنج يكون في حالة شورت الأوتبوت أيضا راح يكون لوجيك 1. كيف أطفي هذا الأوتبوت؟ عندي هذا المفتاح الآن هو في حالة أوف أنا راح أكبس عليه جعلتونه في حالة أون. في حالة الأون هذا المفتاح يعمل عكس هذا المفتاح في حالة الأون راح يفصل ففصل هذا المفتاح. الآن أريد أعيد الكرة راح أكبس على هذا المفتاح أو حتى إذا هذا الآن راح أرجع هذا المفتاح إلى حالة الأوف رجع إلى حالة الشورت لكن الأوتبوت بقى في حالة أوف. كيف أشغل الأوتبوت؟ مفتاح راح أجعل هذا المفتاح أون شوفوا لأنه ما غيرته مكان الكرسر فلازم أكبس في هذا المكان أغير مكان الكرسر وأتحكم بالمفتاح أجعله في حالة أون فأصبح في حالة أون. هذه هي أول خطوات اللي راح نجريها في إجراء العمل المختبر التجربة اللي راح نعملها بالمختبر. التجربة راح تكون فيها تفاصيل أكثر لكن ضروري أنه نتعلم الخطوات الأولى للتعامل مع السوفتوير حتى نقدر نتعامل مع البرامج الأكبر. تذكرون نحن في الصف الثالث درسنا اللادر بروجرامينج بس ليس بهذا السوفتوير إنما السوفتوير الخاص بالـ PLC من نوع ألينو برادلي. ألينو برادلي كان مبني ضمن بيئة تعليمية من قبل شركة لاب فولت كان الـ PLC هو 3240
ودرسنا اللادر بروجرامينج وكيف انه نبرمج لادر بروجرامينج للبي ال سي هذاك. فالمبدا العام هو نفس المبدا، ولذلك نريد ننطي فكره واسعه عن استخدامات البي ال سي، فحتى لا نبقى محصورين في بي ال سي موحد. الان نتعلم البرمجة على سوفتوير آخر اللي هو من شركة دلتا. شكرا لإصغائكم.